4400 معتقل وخمسة قتلى. فين؟ في الولايات المتحدة الأمريكية. إيه اللي بيحصل في أمريكا؟ بيحصل حاجات ما كناش نتخيلها، ربما عودة للفترة الصعبة والعصيبة في تاريخ أمريكا وهي فترة الحرب الأهلية. لكن في أمريكا حركة ظهرت فجأة، ولدت فجأة، حركة اسمها أنتيفا. ما هي أنتيفا؟ ماذا تعرف عن أنتيفا؟ اللي هي أنتي فاشيست، ضد الفاشية. هذه الحركة وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنتيفا منظمة يسارية مناهضة في الأساس للأفكار الرأسمالية النيوليبرالية، وتعادي الأفكار الفاشية والنازية واليمين المطرف، يعني يسار في أمريكا. هل أمريكا قبلت الرأسمالية بها يسار؟ نعم، ويسار ظهر وطل برأسه وسط هذه الأزمة الطاحنة والمعركة الدائرة والمظاهرات الدائرة حول مقتل شاب يحمل بشرة سوداء على إيد شرطي أبيض في أمريكا. والأمر في أمريكا كما نرى حالة من الفوضى العارمة والهجوم على المتاجر وتكسير وضرب وعنف وإلى آخره. يعني أعتقد حاجات العنف الموجودة دي، يعني إحنا مش عايزين، لم أكن أتخيل إن ده ممكن يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن حركة أنتي فاشيست أو أنتي فيروس، أنتي فاشيست، ظهرت زي ما بيقولوا 1999، والرئيس الأمريكي ترامب منزعج جدا جدا، وبسرعة لابد من تصنيف وضع هذه المنظمة تحت المنظمات الإرهابية. وهل يسمح الكونجرس والمجلس الشيوخ بإدراج أنتيفا كمنظمة إرهابية؟ هنرى خلال الأيام القليلة القادمة. لكن ترامب بيغرد وبيقول على بايدن ما قال مالك في الخمر. ترامب بيقول إن الموظفين التابعين أو المناصرين لجو بايدن طلعوا على حسابهم الإناركيين والناس الفوضويين من السجون لإشعال فتيل الأزمة خارج السجون. يعني في ناس داخل السجن الأناركيين اللي هم الفوضويين اللا دولي، لا دولة، المؤمنين باللا دولة. أنصار بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية طلعوهم من السجون عشان يصب الزيت المغلي على نار ملتهبة ونار مشتعلة لإرباك المشهد داخل أمريكا، ظنا منه إنه ده هيؤثر انتخابيا على دونالد ترامب. السي إن إن ما قعدتش ساكتة، اشتغلت بسرعة، قالت داخل الحلقة الضيقة لترامب هناك انقسام بين مستشار ترامب على لغة معالجته للأزمة. هل يصعد؟ هل يكون هادئا؟ هل يقول أطالب الجميع بضبط النفس ويصمت؟ أم يطالب بضربة قوية على هؤلاء المتظاهرين، وإنه لا للفوضى، وإنه عندما يبدأ السلب يبدأ إطلاق الرصاص؟ ده CNN تصب أيضا الزيت المغلي على نيران مشتعل.